احنا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها جمعية سحر الحياة لدعم أبطال السرطان، والجروب بنفس الاسم بس زيادة عليه ومبادرة دراي خط أحمر. يقدروا يتواصلوا معنا على الصفحات دي، عليها كل التفاصيل، العنوان ورقم التليفون. وعايزة أقول حاجة صغيرة، أنا بحب جدا كلمة أبطال لسبب، يمكن أنا من 8 سنين أطلقت كلمة محاربين، بس أنا حاليا عايزة ألغيها تماما. عايزة أقول إن إحنا أبطال مش محاربين، لأن المحارب عنده إمكانية الهزيمة أو الانتصار، لكن البطل منتصر. منتصر لما ربنا ادانا الابتلاء ده، لانه ده معناه انه بيحبنا وبيقدرنا وبيقربنا منه وعايز يسمع صوتنا، فده في حد ذاته انتصار. لما ربنا يريد وياخد ودعته فاحنا رايحين شهداء، فده في حد ذاته انتصار. لو ربنا اراد واداني العمر وكملت حياتي فده برضه انتصار، لانه بيديني فرصه اني اعيد كل حياتي وابنيها من اول وجديد بطريقه صح واسلم من الاول. ففي كل الحالات احنا منتصرين، ما عندناش امكانيه الهزيمه ابدا، حتى بالموت احنا منتصرين. مش كده انا بقول احنا ابطال مش محاربين، ما عندناش امكانيه الهزيمه ابدا.